اوهو، ايه النشاط العظيم ده؟ اهلا 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 يا خواجه بني. اتفضل. يا مؤاخذه، المكتب بتاعي في المصنع مش قد المجام. مش المهم، تقدر تعمل فيه شغلك ونقدر نتكلم فيه براحتنا. من ناحيه ده اطمن، من الاسبوع ده خلاص المصنع هيكون جاهز للمنتج الجديد. اتفضل شوف اللوجو اللي هينطبع على شكاير السماعات وهينزل في الاعلانات. ايه ده، عفريت بيطلع سنابل قمح يا راجل؟ هو في شطان بيطلع خير برضك. مش كل العفاريت شياطين، احنا العفريت بتاعنا طيب قوي لانه بيطلع خير للناس. احنا بقى اللي عفاريت في الدعايه. شوف الاعلان ده هنقدر نحقق منه ايه. انما من هنا ورايح بقى انت مالكش اي حق في الاعتراض، انت تنفذ وبس. اظن كلامي واضح. وحشتيني وحشتيني قوي. تعرف ايه، طول ما انا في النجع ما بفكرش غير فيكي. كان نفسي اكون اعرف اتكلم الانجليزي عشان اخد ودي معاكي زينه. ما تقلع النضاره دي، خلينا نشوف نظره عينيك الحلوه دي. سلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا خواجه؟ ازيك؟ كيفك يا سنيور؟ تشرب ايه يا همام؟ جيبوا لي الميه الصفراء اللي انت جبتها لي المره اللي فاتت دي، اللي طعمها مزز. بقيت صاحب مزاج يا همام. هنبسطك ونعدل لك مزاجك. لكن انا عايز حاجه اهم من ده كله. اؤمر يا همام يا غالي. عايز قنابل بدل اللي جبتها لي المره اللي فاتت. ليه؟ انت بتعززهم زي اللب ولا ايه؟ قطمت بيهم وسط عيله بحالها، وعايز استعد لعيله حسان عشان لو حاولت تاذيني ولا تاذيكم اقطم وسطهم هم كمان. كلامك جميل، بيؤكد انك خايف علينا، بس لازم تقعد معانا كام يوم عشان نحضر لك طلباتك. وماله؟ امال انا جاي ليه؟ عشان نتدلع ونتسبح. حاكم البرشام اللي انت جبته لي المره اللي فاتت إيه؟ كان واعر قوي وحرمكم. من حرمكم، بس فيهم عيب واحد بس. ايه؟ بيخلوني ما اعرفش ابص لاي حرمه هناك في النجع. ده بيسميهم حريم. شوفوا اي حد يكون الصف. شايف عمر؟ المكنة اللي فيها حياتنا ولعت ولعت. يمين بالله ما حد عملها الا البندقية. اكيد ضربوها بالقلم زي ما عملوا مع عيلة عبادي قبل سابق يا عمي. ليه؟ انتوا عارفين دي ثمنها كام ولا ركبة كيف؟ طب يا عمر، معلش يا عمر، هيدفعوا ثمنها من دم عيالهم ولقمت اخوي في تربته. لا خلي الدم لبكرة. أيوة يا عمر، في إيه؟ إيه؟ لا، البندرية مالهمش صالح باللي حصل. أنا عارف من اللي عملها كويس. قول لهم إنها هيتصرف. لازم تلحقهم يا عمر. قول لعمي بيني هو اللي عملها. ومناه هيعرف يحاسبه صح. سلام. في إيه مناه؟ إيه اللي حصل؟ شوية مشاكل عندنا في البلد. والله حرام اللي بيحصل ده. ده كتير عليك. الحمد لله إن عمر طلع واعي. كلمني قبل ما يعملوا حاجة. يكلمك ازاي؟ تطلع يجي 40 كيلو بره عشان يعرف يكلمني، عشان كده انا بقول له يعني ارجع بسرعه يا عمر. وانت هتطمن عليهم ازاي؟ يا نورهان ما بطريش كلام ولكلكه. الله، هستناها ست لما يكلمني تاني.
وبعدين انا راجع قريب. تصبح على خير. ماشي يا ابن الكلب، انا اعلمك الادب. ده مجرد انذار صغير، لانك بصراحه دلعت علينا كتير وتاخرت علينا كتير. وبصراحه اكتر بقى، الارض الجديده اللي انت اشتريتها دي هتشغل تفكيرك وهتشجعك على التمرد. ما كان احسن منها وجوه تتركب مكانها فورا، واياك ثاني مره تتدخل في ترتيباتي. ما انا مش عايز اي حاجه تشغلك عني. انا عايز كل حاجه تعاود زي ما كانت، لاني مخطط انقل شويه من عيلتي للارض دي وازرعها كتمويه، عشان لو الحكومه قررت توصل لنا هتلاقي الارض دي بلدنا، ولو فتشوا مش هيلاقوا حاجه. حاضر يا ملك، اعتذارنا ليك يا ملك. مكنه جديده تركب من النهارده، وده علوان شركه الادوات الزراعيه. اتفضل يا سيدي اعمل اللازم. انا عايز المكنه الجديده دي تبقى ابلغ اعتذار للكينج. تحت امرك يا بروف. خير يا بني باشا. بني؟ خلاص بني ده مات، انساه بقى، مات. مش عايزين نفكر فيه عشان ما يطلعش وينتقم. خليك مع البروفيسور. ما هو ده اللي مخليني مش قادر اصدقك. وانا قلت لك ان انا مرغم انسى واسامح، لان اللي بيني وبينك مصالح مش انتقام. وبعدين انت لغايه دلوقتي ما اديتنيش القرار النهائي. قدام شويه حاجات كده اخلصها، حسابات مع تجار مغلبني، اخلص وارجع النجع، واحاول اقنع عيلتي ولو انها مهمه صعبه جدا. اي مشاكل وحسابات انا هخلصها لك، بس المهم انك تسافر وترجع النجع زي ما كان، نجع الخير اللي بيجيب اعلى انتاج. وقالت البندريه هيسيبونا في حالنا؟ انا هخلي كل تحت امرك. جبل العين ده هيكون المملكه بتاعتك، انت الملك بتاعها، بس بشرط ما تبقاش مجرد طباخ للحشيش وبس. مفيش ملك بيطبخ وبس. هزرع الفتدين اللي باقيه في الجبل حشيش، وطالما هتبقى مملكتي يبقى الاول نكسر شوكه الظالم ونجيب حق المظلوم عشان الكل يتلم حواليا. وانا هساعدك في كل اللي انت عاوزه. على فكره همام عندي في اسوان وطالب سلاح، انا هقول لهم ما يدلوش، وهقول لهم يغسلوا مخه عشان يبقى زي الخاتم في صباعك. قلت ايه يا ملك؟ نفذ انت وعدك الاول وانا ننفذ. اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دور يا ابني، توكل على الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش قلت لك يا عمي الميه بس؟ مناع اكيد عارف مين اللي عملها. الجاي يقول هو اللي جاب الجديده. طب يا جماعه كده تمام وزي الفل، يلزم اي خدمه؟ الله ينور عليك يا باشمهندس، بس قول لنا مين اللي قال لكم ان ميكانيكنا القديمه ولعت؟ هو في الحقيقه واحد خواجه ودفع كل المصاريف، بس انا عايز اقول لكم على فكره، المكنه دي اشد من القديمه مرتين، وتعيش العمر كله، بس على شرط تاخدوا بالكم منها. واضح من شدة المية. لا دي اقل قوة شبط، ده ممكن ترمي المية ال 100 فدان لقدام. فين ورق الضمان يا باشمهندس؟ ورق الضمان؟ ما خدوا الخواجة ولا هيوديه المناع بيه. شاكرين يا باشمهندس. أي خدمة يا أستاذ عمر. السلام. السلام عليكم. يلا يا ابني.